اليوم حابة أورجيكم كيف تعملوا وردة كتير كتير سهلة وكتير كتير حلوة بنفس الوقت، بس ما بدنا غير قطاعة دائرية، يعني ما في شكل قطاعة ورد معينة. أحسن. تمام، رح أجيب عجينة السكر، أنا بجيبها جاهزة طبعا. هلأ بدنا نعجنها منيح، واللون حسب لون الوردة اللي بدنا إياها. بدي أخذ شوية نشا على الكاونتر أحط عشان ما تلزق العجينة. بعدين بدي أفردها. ما بدي إياها تكون سميكة، دايماً الورد أحلى يكون تكون العجينة شوي رقيقة. رقيقة أحلى. أوكي. هلأ بدي أجيب قطاعة دائرية، بس يفضل يكون حجمها صغير، ما تكون القطاعة قطرها كبير، لأنه أحلى هذا التكنيك أحلى بالوردة بالقطاعة الدائرية الصغيرة. فيا أما هذا الحجم يا أما هذا الحجم، ما نختار أحجام كتير كبيرة. أنا رح أعملها بالصغيرة كتير. بدي أقطع يا أما ثلاث دوائر أو خمسة، يعني من ثلاثة لخمسة على حسب حجم الوردة اللي بدنا إياها. هاي خمسة. بدي أجيبهم على سطح ما يكون هيك قاسي كتير. بدي أحطهم على هاي الإسفنجة. هي هاي إسفنجة؟ يعني إسفنجة بس قاسية شوي. أوكي. بدي أجيب إشي مدبب هيك زي الطابة، وبدي أضغط بنص عجينة السكر الدائرة هاي بهذا الشكل، بشكل دائري، فصارت زي كأنها هيك طالعة لبرا بارزة زي كأنها نص كرة. تمام، نعملهم كلياتهم، بس ببعد عن الأطراف، يعني الأطراف ما عم بشد عليها، بس بالمنتصف. ممتاز، حلو. تمام، أوكي، هيك أخذنا قوام الياسمين شكل البتلات. الوردة. شكل البتلات. هلأ البتلات هدول بدي أوصلهم مع بعض. بدي أجيب الجلو الغذائي اللي هو ام سي ايش؟ سي سي ام سي سي بالضبط. والله كنت حافظها. المره الماضيه حكيتي لحالك. تمام، نجيب ريشه، وهلا بدنا نحط على زوايا الدوائر هاي، يعني على جهه بس وحده، عشان نلزق وحده على وحده. اوكي. هلا اللي لزقناها بنيجي على طرفها وبنحط كمان جلو على الطرف بس، وبنلزق اللي بعدها لحد ما نخلصهم الأربعة أو الخمسة. حبيت الفكرة. ناعمة. هلا بطلع شكل وردة، بتعرفيش كيف. هلا بدنا نشوف. تمام، هيك لزقناهم الخمس بتلات مع بعض. هلا بدنا نسكر الدائرة هاي، فأول وحدة حطيناها من ورا من الخلف، بدي أحط شوية جلو عشان تلزق آخر وحدة على أول وحدة. يا رب تكون واضحة. أضغط شوي، بمسكهم بلزقها آخر وحدة على أول وحدة حطيتها. أوكي، هلأ بدي أزمها بس من تحت. واضح صح؟ بزمها بس من تحت وبفتح البتلات. شوفي كيف صارت. شو حلوة، جنن. هيك هون. بتجنن. هاي شكل زي وردة الياسمين بالضبط. إذا حطينا جواتها باودر أصفر رح تعطيني شكل وردة الياسمين. تمام، هلأ بالعادة أنا بحب هذا اللي تحت أقصه إذا بدي أحطه على الكيكة، على ارتفاع الكيكة. خلينا نجيب. بس انت كانه هدول حاطه فيهم شيء. هاي بدي اورجيهم. نحطها على ورقه تنشيف، وبنجيب البودره برضه الغذائيه باللون اللي احنا بدنا اياه. بحط شوي صغيره، وبحب انا افتحه دائما لانه اللون غامق، بحب افتحه بالنشا. هذا بيعطيه بصير على اورنج اكثر، بصير على زهر شوي. زهري، اوكي. حلو. اوكي، دائما فتحوا بالنشا عشان اذا كان اللون كثير غامق بيطلع منظر الورد غلط، مش يعني ما بيطلع حقيقي. وبنيجي بالنص. نعمل هيك
زي طبطبة خفيفة أعطتني تدرج الزهر. شايفتين كيف؟ طبعا بنفع نعمل أصفر أورنج من جوا أخضر زي ما بدنا. وهيك عملنا وردة بكل سهولة وبس بقطاعة دائرية. وهاي بنفع تحطيها على كيكة جزر، كيكة ليمون، يعني هيك إنه كتزيين كيكة عادية بسيطة بدون عجينة سكر، بتطلع كتير حلوة. كمان حلوة على الكب كيكس وعلى الكوكيز، يعني كتير أفكار ممكن تحطيها وتستخدميها بتزيين الحلويات بشكل عام. كتير حلو. طب إيش الفكرة الثانية اللي بدنا نعملها؟ أظن الفطر. الفطر بحس إنها فكرة حلوة. هلأ الفطر ممكن بطريقتين، يا اما شايفين الفطر من فوق كيف شكله هيك مدور، يا اما منجيب فلين من المكتبه ومنقص، هي بتكون دوائر كرات، منقصها بالنص او بنعملها بعجينه السكر. بالعاده بفضل انه نعملها بالفلين عشان ما بتاخذ وقت لتنشف، لانه حجمها كبير فممكن مع الوقت تخفس وبعدين تنزل عجينه السكر كامله تقيله. بالضبط. فإحنا بنستخدم بالعادة هذا الفلين عشان يسهل علينا الشغل. الطريقة كتير سهلة. أنا حبيت إنه الألوان كلها ماشية مع بعض، يعني في تناغم حلو بالألوان. يس ثانك يو. نفس الدرجات كلياتهم. نفس الدرجات هيك، والأخضر مكحلها بلون حلو. طيب بنجيب لون العجينة برضه اللي بدنا إياه. أنا هذا اللون أخذته من اللون شوية زهر مع شوية الفليشتون اللحمي عشان يعطيني هاي الدرجة الحلوة. بدي أفرد عجينة السكر عشان أغطي نص الكرة هاي. أفردها منيح. برضو بدك إياها رقيقة؟ ما تكون، لا ما تكون كتير رقيقة زي الورد، بس ما تكون كتير خميلة. أوكي. صوتك رايح روان. من الاسبوع الماضي بس اليوم عرف شو الرد راح مره ثانيه. سلامه. عاد يفترض امبارح رجع بس ما في مرض، بس صوتك. لا كان حلق ابو شعني الاسبوع الماضي بس هلا لا الحمد لله. تنين الماضي يعني بدل المرض. بس يعني خلص فكرت حالي تبت، بس والله اليوم شوي رجع صوتي راح. سلامتك. ما برجع بسهوله على فكره. سبحان الله. بده وقت. طلع نعمه. طيب رح اخذ شويه جلو واحطهم على الطابه أو على العجينة، بصير على الجهتين. وبعدين بدي أخذ كمان جلو وأحط على الطابة من فوق عشان إيش أعمل؟ عشان أسكر العجينة هيك. تمام. أوكي، يعني أنت بدك تغلفيها تغليف كامل من تحت ومن فوق. لأنه ما بصير، يعني هي ما بصير تلامس الكيك إذا كان إدبل الكيك بيتاكل. لازم نغطيها كتير منيح نتأكد إنه ما في أي فلين عم بيلامس الكيك نفسه. أيوة حلو. تمام. والزايد بقصه بسكينة أو إكزاكتو نايف أو أي شيء عندي حاد. وبعدين بدي أرتب الشكل. بضغط عشان أتأكد إنها لزقت وبشيل الزايد. بطول بالي بهاي القصص، بدها طولة بال ورواء. طبعاً. شوي شوي وعشان يطلع الشكل ظابط بالآخر. ما هي فن. بس كيف أخذ هذا اللون، اللون الحلو هذا اللي أنت عاملاه؟ هذا هلأ بورجيكي. بهدول برضو. أوكي. المهم تكون المهم بدها يعني شوية وقت زيادة. خلينا نعمل البيس على السريع. معنا وقت. ست دقائق. بدي اللون ولا هو نفسه؟ هو نفسه. البيس اللي هو ايش؟ بيس الفطر. اوكي. انت عامله نفس اللون كانه بس اللي فوق بس حاطه عليه كاكاو. اوكي. هلا برجيكم كيف. كره بنكورها، بعدين الكره هاي بدي اضغط على جهه واحده عشان تصير من جهه سميكه خميله ومن جهه ارفع. تمام. بعدين بحطها على الكاونتر وببلش اضغط بهذا الشكل عشان تصير زي القاعده تبعت الفطر. اوكي. بشيل شوي من فوق بشوف اذا الحجم مناسب. مناسب. تمام. شو بدي اعمل؟ بدي اجيب شويه جلو عشان الزق الفطر بالجزئين ببعض. شوية جلو ممكن عشان أتأكد إنها ما تتحرك أحط عود خشبي بالنص. بس إحنا بدنا نصبغها بالأول.
اوكي هيك صار شكل الفطر العام. بدي اصبغ هلا اللي فوق واللي تحت. شو بعمل؟ بجيب نفس الباودر اللي استخدمته. هذا اللون اللي اعطاه لمعه حلوه. يس. خليني اول شيء اعمل هاي بالكاكاو. الكاكاو كثير بحبه انا بثيم الشجر والغابه، بيعطيني شوفوا كيف شكل اللون كيف غيره من لون لحمي للون هيك درجات البيج الغامق شوي. فبيعطيكم هيك احساس انه اشي غابه وتراب. فالكاكاو مفيد جدا بالتزيين. بصير نقيم هاي الحديده بليز. سوري هاي القالب هاد عشان مغطي على الكاميرا. اوكي تمام. هلا الفطر من فوق، يا اما باخذ هذا اللون لحاله بس شوفوا قد ايه رح يطلع غامق. اوكي تمام. او بفتحه بلون افتح. شوفي تدرج الالوان والله بده شغل. طبعا او نشا زي ما عملتي قبل شوي. او نشا بس هاي فيها لمعه. اوكي انت بدك اياه يلمع زي اللولو طالعه. ايوه زي اللولو. انا هذا مناكير اللي بحبه الابيض. صح. هي الفرق بين اللونين واضح صح؟ اوكي عن جد فرق. فايش بعمل؟ باخذ البودره وبوزعها على كل الفطر من فوق. طبعا لما اعمل هيك يعني اشيل الزايد بتصير اللمعه اللي انتم شايفينها بالفطر على الكيكه. كثير حلو نسرين. وهذا هو حلو الموضوع. الفكره كثير حبيت. لا وكيف اللمعه اللي اخذتها. هذا بيروح هلا باللمعه اللي حطيتيه الغامق ولا انت بدك؟ لا الغامق انا بس عشان اورجيهم الفرق بين انه الغامق والفاتح. بس انا فطراتي جاهزين. انا بس بورجيهم. وهيك طيب ايش الاشي اللي حطاه على الوجه اللي على حاطه فراشه كانه؟ في فراشه هاي جاهزه معنا يعني وقت؟ لا هاي انا يعني سويتها. لا مو قصدي انها قوالب ولا رسم ولا لا هاي هيها. هاي هذا اللي هو الويفر بيبر احنا بنستخدمه كثير بالتزيين. انا قبل هيك مره جبته معي وزينا فيه اكثر من شغله. صح. هذا ورق مش ورق سكر، ورق ويفر. ورق الويفر بيعطيني بقدر اعمل منه ورد، بقدر اعمل منه كثير شغلات. فالفراشات ايش اسوي؟ محله اوكي. فالفراشات اللي موجودين على الكيكه بتحسوهم طايرين وكثير رقاق هم من ورق الويفر. بنطبع على ورق الويفر بناخذه احنا اصلا بنشتريه ابيض وبنطبع عليه الشيء اللي بدنا اياه، شكل الفراشات اللي بدنا اياهم، وبعدين بناخذ الورقه. بس هي خربت معي. ناخذ الاكزاكتو نايف او سكينه كثير حاده وتكون صغيره، وعلى الحواف بدنا نحرر ايوه الاطراف كامله. اوكي بنسحبها وشوي شوي. حبيت الفكره. وبعدين بنلزقها اذا بنقدر نقصها او اورجيهم كيف بنلزقها لانه هو السر بالتلزيق. يعني اذا معنا وقت والله ما راح يزبط للاسف. مش مشكله بس اني anyway فكره وصلت بتخيل يعني. اليوم علمتينا كثير اشياء حلوه نسرين. يسلموا ايديكي روان وايديكي يسعدك. شكرا كثير على وجودك معنا اليوم حبيبتي روان. شكرا.